الشعب. أنا تقريبا بيقولوا بيان من داخلين قلبي، معناها هو صورة على ما هو بتعيش اليوم البلاد بيعيشوا معناها اليوم الشعب التونسي، وخاصة معناها الجهات الداخلية والبيئات الفقيرة والمهمشة واللي إلى حد الآن لم ترى نور أو بصيص من الأمل في مستقبل معناها جلي وواضح يطمنها على 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 مصيرها. أنا الحوض المنجم اليوم رجع معناها وقفاء على السطح كبؤرة من بؤر الاحتجاج الاجتماعي اللي موتر الوضع في البلاد، واللي معناها عندها انعكاسات خطيرة على الاقتصاد بتاع البلاد وعلى وضع الناس حتى في الجهة ووضع شركة فصار قفص. علاش؟ لسائل من يتساءل لماذا؟ لأنه التصريحات الرسمية معناها قاعدة ياسر غلط وياسر تعطي في معناها الصورة أو تتهم في شباب المنطقة وأهالي منطقة الحوض المنجمي بأنهم معناها يطلبوا في المستحيل وبأنهم يعجزوا في الدولة، وبأنه معناها رغم الحلول اللي يعتبروهم حلول معناها قاعدين يصعدوا، ومعناها كان احنا ولينا في قفص الاتهام، وكثير حتى من الرأي العام أصبح ينظرنا على أساس أنه ناس معناها أن نعرفوا اليوم في المسيرة ونعرفوا البلاد ماشية في الطريق السليم والسوي، معناها وإحنا قاعدين نخوفوا بلغة أخرى. هذا راه مجانب للصواب وللحقيقة، لأنه إلى حد الآن أولاً نحب نلاحظ أنه موقعش تشريك الناس أو الممثلين الحقيقيين لسكان المنطقة وللمحتجين في أي حل قامت به الحكومة هذه أو الحكومات اللي سبقوها. اثنين، أنه الحلول اللي وقعت هي حلول معناها يشوبها كثير من الفساد وفيها كثير من الريبة والشك، والحلول هذه هي اللي قاعدة تأزم في الوضع وقاعدة تخلق في الاحتقان وتصعد فيه معناها كل مرة من جديد إلى أقصى. ثلاثة، أنه وضع الجهة بتاعنا والفساد المستشري فيها، واللي سبق أنا شخصيا نبهت إلى هذا، نبهت الحكومة هذه رئيس الحكومة حبيب الصيد ووزراء مجتمعين في المجلس نواب الشعب يوم أتوا لنيل الثقة من النواب، وجبت معناها وعطيت الأمثلة وطلبت بإحالة هذا الملف إلى القضاء. لأنه ماذا وقع؟ وقع تزوير في وثيقة رسمية، الوثيقة هذه اللي متمثلة في نتائج النهائية اللي ماهيش قابلة لا للطعن ولا للمراجعة، نتائج نهائية لانتدابات في شركات البيئة والغراسة. قام ولي قفصة بتغيير بعض الأسماء ووضع أشخاص آخرين، وهذا طبعا ليس مجاني وليس عبث. أنتم وأنا ما نحبش نجزم، ولكن هذا هو العاقل والمنطق يقول هذا. وقبل حتى أنه تصدر هالنتائج هذه، أشكون اللي قام بمراجعتها وبتصحيحها هم المعتمدين والعمد، والعمد هذوما هم من الفاسدين وهم من أزلام النظام السابق، واللي كان لهم دور في الفساد في الجهة وفي تأجيج الاحتجاجات في الجهة. وأنا شخصيا وقفت على عينة مثال شاهد على ذلك مع رئيس المدير العام لشركة فصال قفصة في شخص أو امرأة نحوها، ولكن اللي حطوهم في بلاصتها عوضوهم بها هم معناها أقل منها مجموعة سكور. يتعلق بذلك بأن وزارة الشؤون الاجتماعية ما عندهاش إمكانيات وما عندهاش قدرة باش تعمل بحث اجتماعي. إذا فأوكلوا الأمر إلى العمد. تصور أنت معناها نزيدوا نرجعوا اليوم للعمد وللمعتمدين معناها ونزيدوا نعطوهم معناها فرصة باش يفسدوا وباش يزوروا وباش يرتشوا وباش يعملوا اللي يحبوهم. هذا معناها شكل أو مثال من الأمثلة اللي معناها قاعدة تأجج في الوضع وقاعدة تخلق احتجاجات في منطقة الحوض المنجم. بعد النتائج الكونكور واللي هي تدلست معناها عشان نجوا نعملوا، هو الأصل في الأمر في الانتدابات يلزم مناهضة، يلزم الشفافية. احنا في 2008 في منطقة الحوض المنجمي قامت الانتفاضة على التلاعب في نتائج مناظرة انتداب عمال في شركة فصوات قفص. اليوم تتعاود نفس الصورة ونفس السيناريو وتتعاود المهزلة من جديد. معناها بعد صدور هالنتائج هذه اجي نجو نعملوا، نجو نهزوا لجنة من وزارة الصناعة
مع والي قفصة وننتدبوا ناس أخرين. أعلاش ما نعرفوش نزيدوا ننتدبوا ناس أخرين معناها وانتدابات معناها عشوائية انتدابات بالولاءات. يقال وهناك الحديث في الجهة عن رشاوي معناها تدفع مقابل معناها الانتداب في شركة البيئة والجراثيم. هذا هو اللي خلق الوضع اليوم في الحوض المنجمي. معناها المسؤول عن الوضعية اليوم وعلى تسكين شركة وسط قفصة هي هذه الحكومة ومسؤوليها لا أحد غيره. كانت الأمور ماجرة، كان الفوسفات خارج تم باستثناء أم العرايس شوي، بقية ثلاثة مناجم أخرين الفوسفات خارج منهم. جينا هزينا ناس، واحد يورث وواحد ما يورثش. وللعلم نزيد نلاحظ معناها حاجة، هو أن شركة البيئة والغراسة هذه منذ تكونت في 2011 معناها ما عندهاش حتى شغل، هذوما عمال ما يخدموش. معناها شركة الحكومات المتعاقبة الكل ما عندهاش تصور للشركات هذه، شركات بالاسم، شركات وهمية. وما زاد اعطينا بلة أنه الشركات هذه العمال نتاعها تفاوضوا معاهم وزادوهم في الأجور ويعطوهم في القروض، ولكن العمل تو خمس سنين، العام الخامس العامل البسيط أقل عامل يقبض 550 دينار في هذه الشركة. المواطن الآخر قاعد يقول لك هذا قاعد معناه يخدم في خدمة أخرى، يتعاطى في نشاط آخر في بوا إنه يخدم في خدمة أخرى، يخدم 550، حتى أنا ناخذ 550 دينار، ليش ما ناخذش؟ إيش معناه؟ ما هي فلوس المجموعة الوطنية هذه، فلوس البلاد، فلوس الشعب، إيش معناها تعطيها محمد ما تعطيهاش علي؟ هذا مش منطق، هذا يزيد خلق، معناها نوع من التكالب على أنه الناس الكل تقبض ال 550 دينار، واحنا طالبنا فيما طالبنا به من قبل منحة بطالة، عملها منحة بطالة يا اخي وكسبها الناس كلهم في الامان وانتهى المشكل. معناها الى اليوم هذه شركة، والشركة هذه تاع البيئة والغراسة فيها مسؤولين معناها الفلوس اجوجو يصرفوا فيها. معناها تصور انتم من المهازل من الواحد، معناها ان شركة ما عندهاش حتى نشاط، ما عندهاش إدارة، ما عندهاش حتى شيء بالاسم شركة البيئة والغراسة. ونزيدوا نعملوا تربصات في الحمامات. معناها نخرقوا بؤرة أخرى للسرقة، وهي فيها شبهة وفيها سرقة. والحكومات بما فيهم هذه الحكومة، وأنا سبقت نبهت الرئيس المدير العام لشركة وسط قفصة السابق إلى خطورة الوضع. نضال هذاك نضال شو اسمه اللي كان في الوزارة الأولى. وفي اللي غير تحدثت معه السيد رمضان السويد هذا اللي هو تو الرئيس المدير العام لشركة وقت اللي كان مدير عام في وزارة الصناعة تحدثت معه في الموضوع هذا. ولكن لا مجيب. يسمعك اسمع وفلت. هذا هو الوضع، وضع من الفساد. انا درنيير مونزيد مع الحكومه الاربعه اللي فات، معناها وقت اللي جاء حبيب الصير معناها يهدد بالحلول الامنيه، جبلنا الموضوع، قلنا له راه المشكل يكمن في الفساد. اليوم البلاد محلوله على مصراعيه، في الرشد، في السرقه، في الانتدابات، اللي يجي يدخل جماعه، اللي يجي معناها يهز بايو في التشغيل، هاي اي تشغيل كان. معناها هذا راه وضع طبيعته يلزم يخلق الاحتجاج هذا، مش مستغرب، لابد من وضع حد لهذا الموضوع. اثنين، اجراءات اخرى تمت على مستوى كما كانت تحكي الاخت معناها على الحظايا، حظايا في الجهه، اش معناها واحد عمره 65 سنه تقول برا روح ما تعطيش شهرين. يا خويا بن علي وكان يعطيه ب 90 دينار يخليه يموت، يعطيه ب 90 دينار. اش معناها؟ لا تعطيه ردرات، لا تعطيه منحه باش يعيش، لا تخليه يتكرعد ويخدم على روحه 30 سنة عندها دز في البرويطة يلم في الزبلة في 65 سنة تقول له برا روح بارك الله فيك شكر الله سعيك وروح شد دارك. هل هذا معقول؟ هذا يخلق احتقار. الترسيم اللي وقع في الحضايق معناها ترسيم إلى حد الآن ما تم حتى مسؤول جاوبنا على أي أساس تم الترسيم هذا، شنو هو المقاييس؟ تو كثير من الدفعات ثلاثة ولا أربع دفعات تاع ترسيم في الحضايق معناها واحد دخل عم نول رسموه أدرجوه أدرجوه وواحد عنده 30 سنة يخدم معناها ما 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 رسموش على أي أساس؟ فهمتني؟ عمال حضائر الفلاحة هذه كارثة في عمال حضائر، تصوروا عمال حضائر الفلاحة الترسيم مش ملهمش حتى واحد، ولما استطاع يجاوبنا وزارة الفلاحة تتبرى منهم، الولاية تتبرى منهم، وزارة التنمية تتبرى منهم. فهمتني؟ هذوما المجموعة تاع عمال الفلاحة اليوم في الردايف عاملين اعتصام في شركة وسط قفصة، وعندهم الحق وانا مساندهم في اعتصام، لأنهم ناس معناها ولا واحد رسم، معناها هذوما يعطوهم في شهرية وماناش دليل تابعين شكون؟ والله ما عندنا فيش مشاكل. هل أنتم سامحيني؟ هل أنه معناها الناس هذوما
معناها تابعينها الدولة هذه، تابعينها الإدارات، تابعينها الوزارات هذه الموجودة، تابعينها الحكومة، مش تابعين، معناها كارثة. ولا يستطيع أحد أن يجاوب على السؤال. تساؤل يجب أن نشوف مجموعة أخرى في قرصة، في جهة قرصة تكون من 61 عام الحضارة وضعيات معناها مزرية بالفعل. واو الأخوة في المنتدى تابعوها الوضعية دي، أظن سيدي خدموا عام ونص في الحضارة، معناها أش تجي الحكومة هذا تعمل لهم تقول لهم أنتم دخلتوا بشكل غير قانوني. شكون اللي دخل؟ دخلهم الوالي السابق برو هاي شعرياتكم اللي خدمتوا بها وبرو شدوا دياركم. إيه واللي دخلهم واللي تجاوز القانون وش بيه حر الطريق؟ لماذا لا يعاقب؟ لماذا مسؤول معناه يتجاوز المناشير ويتجاوز القوانين ويخلق إشكال ويخلق معناها أزمة؟ لماذا لا يحاسب ولا يحاكم ولا يعاقب بالقانون؟ اسمه الوالي؟ الوالي الحمداوي هذا تبع إبراهيم الحمداوي تبع الترويكا. لماذا؟ أشنو نجيل العمل اللي هو بلاد بلاش عنده عام ونص يخدم ونقول له بالروح تعطيه 200 دينار والوالي معناها اللي هو تسبب في هذه المشكلة إذا كان ثم تجاوز وثم طلبنا بيرجع مشوا لهنا قعدوا أكثر من شهر يعتصموا أمام وزارة التنمية مشوا للاتحاد عنده الشغل مشوا لوزارة الشؤون الاجتماعية مشوا للوزارة الأولى تدخلنا كلمنا الوزراء الكل كلمنا الناس الكل سياسيين إبراهيم النهار الكل يجيب لهم 10 مرات الشرطة في النهار تصور أنت يقولوا الاعتصام السلمي ما عندناش معاه إشكال هذوما نازلوا روحنا قدام وزارة التنمية وقعدوا مضطر تصب عليهم وهم قاعدين البوليسية قرفوا قالوا لهم تقعدوا روحوا معناها يوميا وأنا نكلم في البوليسية يا ولادي عيب عليكم فهمت سياسي إبراهيم يخرج في كرامته الفاخرة يروح باش يركض في فراشه معناها يظهر له يكلم الشرطة يجيبها ليلا نهار دمروه علاش الناس هذوما ما ترجعوهمش علاش ما تحللهمش مشكلة هذه خلطة أزمة بيان سير هاي بؤر التوتر كيفاش تكون معناها الموقوفين دنيير مون تصوروا يا ناس بعد العملية الإرهابية نتاع باردو بنهارين فجر 20 مارس فجر 20 مارس تتم مداهمة المنازل ودخول تكسير البيبان في الرديف في الساعتين ونص تاع الليل وترويع النساء والأطفال دخلوا على النساء راكدة دخلوا على الدرية عبسوا البوليسية نفس الممارسات الهمجية نتاع قبل وشدوا ناس بدعوا شنو؟ أنهم مطلوبين رشاشي هذوما ناس توصلهم استدعاء لا تم معناها إشعارهم بذلك لا حد شيء تو شنو اللغة جديدة اللي حاشوا واحد يحطوه في الرشاش ويشدوه في أي وقت كان ولا جول داروا باعتباره فارغ العادات معناها وهزوا وقفوا الناس يوم 20 مارس أولا الظرف له مناسب على خلبية تحت السماترة الظرف له مناسب معناها هجمة إرهابية والبلاد في حاجة إلى لملمة جراحها وفي حاجة إلى وحدتها وفي حاجة إلى تراص صفوف أبنائها والأمن في حاجة إلى أن الناس تساندوا وتدعموا لا نجوا نحلوا واجهة فردية كلمنا وزير العدل كلمنا رئاسة الجمهورية كلمنا رئاسة الحكومة كلمنا وزارة الداخلية والمشكلة ما صارتش تو مازالوا أربعة موقفين والأخرين في حالة انتظار المحكمة نهار 23 معناها وذكرونا ب 20 مارس وذكرونا بالاستقلال بالفعل معناها عملوا اللي كنا نعتقدوه ونفكروا به واللي حنحاولوا باش نتجاوزوه في أمخاخنا رجعوه لنا معناها من جديد هذه المشكلة وين اليوم اللي فائت من أنت ترهق قوات الأمن أنت تحل في واجهة حراك اجتماعي تعالج فيه بالأساليب الأمنية اللي الناس الكل تعرفوا في البلاد الكل الناس كل وقت بن علي ندت به والحل الأمني مش هو الحل وما نعرف شو بما فيهم هذوما بما فيهم اللي يحكموا واللي ما يحكموش والمعارضين اليوم ولينا نماسوا فيها ونطبقوا فيها اليوم تدعو إلى الوحدة الوطنية عن أي وحدة وطنية تتحدث؟ عن أي وحدة وطنية؟ هل نحن متساوون في الحقوق والواجبات؟ هل نحن متساوون في حقوقنا في هذا الوطن؟ تحكي لي على وحدة وطنية؟ ولعلمكم أن العمليات الإرهابية الشيء اللي ما يحبوش يستعرضوا به لاقي استحسان في قطاع واسع من الشباب في تونس معناها هم كيعملوا المسيرة دي نتاع باردو صحيح وحدوا البلاد ضد الإرهاب وهم يخلقوا في بؤر توتر ويخلقوا في أرضية سالحة للإرهاب ويساعدوا في الإرهابية لأنه أنا متأكد أنه الشباب هذا اللي داهموا فيه عقاب الليل واللي يضربوا فيه وتعذيب مازال عنده فيه وانتزاعات اعترافات كاذبة وهمية معناها تحت التعذيب أنه غدوة يلقى سلاح باش يمشي حاله باش يمشي سلاح ويش وأنه البوليس هذا والأمن وأنا نوجه رسالة إلى الأمنيين أنه راهو اللي قاعدين يعملوا فيه راهو يجيب لهم كل خراب وهم اللي باش يدفعوا الثمن الكبير
وقاعدين يدفعوا فيه. دفعوه معناها على بعد 14 جانفي وباش يواصلوا يدفعوه راهو. مادامهم يمشوا بالأوامر تاع الناس هذيا. يمشوا بالأوامر رعنا. لأنه اليوم بوليسيتنا وأمننا في حاجة إلى مساندة شعبية. في حاجة إلى التفاف الناس حوله. ماهوش في حاجة إلى خلق عداوات وكراهية مع معناها شبابنا ومع الناس ومع الشعب التونسي.